ما هو تفسير رؤية دخول الجيش في المنام؟ رؤية الجيوش تدل على تحمل المسؤوليات وعلى التغيير الإيجابي وعلى الترقية في الوظيفة، كما يدل على الالتزام والتدين، كما يدل على الزواج للفتاة وعلى سماع أخبار مفرحة. سوف نوضح ذلك في هذا الفيديو، تابعوا معنا. يقول ابن سيرين في تفسيره لدخول الجيش في المنام أن رؤية الشخص أنه في الجيش يدل على قوة الرأي ورزانة عقله وحكمته في اتخاذ القرارات المهمة. إذا رأى الشخص أنه التحق بالجيش يدل على تحمل هذا الشخص الكثير من المسؤوليات الجسام. فرؤية الجيش على العموم في المنام تدل على الانتصار على الأعداء، أما رؤية دخوله فتدل على التمتع بالصحة الجيدة. رؤية الجيش يدل على التغييرات الإيجابية والاستقامة في العمل. إذا رأى الشاب أنه قبل في الجيش فذلك يدل على سماع أخبار جيدة وعلى تحقيق النجاح والتفوق في عمله. تفسير حلم دخول الجيش للعزباء. رؤية ضابط بالجيش في المنام للعزباء يدل على اقتراب زواجها من رجل ذو شأن عظيم. رؤية جندي في الجيش للعزباء يدل على اقتراب زواجها. أما إذا رأت شخصا مجهول بملابس الجيش فذلك يدل على تدينها وتمسكها بالعادات والتقاليد واحترامها لمن حولها. تفسير حلم دخول الجيش للمتزوجة. رؤية جندي في الجيش في المنام للمتزوجة يدل على الاستقرار في حياتها الزوجية وتعاون زوجها معها. أما إذا رأت المتزوجة أن زوجها يرتدي الزي العسكري فذلك يدل على الاستقرار الحياة الزوجية ومثالية الزوج واكتمال خصائصه وصفاته الحميدة. تفسير حلم دخول الجيش للحامل. رؤية الزي العسكري في المنام للحامل يدل على الصحة الجيدة للأم ولطفلها وعلى قرب موعد الولادة وعلى سهولتها. إذا رأت الحامل أنها قبلت في الجيش فهذا يدل على زوال الألم والهم وتيسير الولادة وعلى ولادة ولد يتسم بالشجاعة والذكاء. تفسير حلم دخول الجيش للمطلقة. رؤية الدخول في الجيش في منام المطلقة يدل على تحسن أحوالها المعنوية والمادية وعلى التغييرات الإيجابية في حياتها. إذا رأت المطلقة جنديا في الجيش في المنام يدل ذلك على زواجها مرة أخرى من شخص له صفات حميدة وأخلاق رفيعة. أما رؤية بدلة الجيش للمطلقة فذلك يدل على ترقيتها في عملها وسماعها أخبار جيدة. تفسير رؤية قائد الجيش في المنام. رؤية قائد الجيش في المنام يدل على تخطي الصعاب والعقبات والحصول على مركز مرموق. رؤية تأدية الخدمة العسكرية يدل على حصول الرائي على ترقية ووظيفة جديدة مرموقة بمرتب مجزي. تفسير حلم لباس الجيش للعزباء. رؤية لباس الجيش في المنام للعزباء يدل على التدين والصلاح وعلى تحقيق أمنياتها في الحياة. رؤية الجيش في المنام تدل على سماع أخبار جيدة.